السلام عليكم مشاهدي القناة ديالنا، كي دايرين؟ بخير لاباس، من تكونوا بخير الله خير. المهم اليوم غادي ندوي عليكم بالنسبة للناس ديال المدينة الجديدة اللي باغيين يديروا سبور. صراحة ما عندهمش امكانيات انهم يمشيو للبحر. شنو هو هاد البلاصة؟ هي سوفاج وبلاصة زوينة صراحة. انايا كنبغي ندير فوتينغ ولا شنو هو قريبة ليا. هي الصراحة بلاصة في حي السلام، قريبة للمحطة ديال التران والمحطة الطرقية الجديدة اللي ها هي يلاه كتبنا. صراحة بلاصة زوينة، كان سيكوريزي باش تدي معاك بالنسبة. واللي مميز فيها انه انك تقدر تجي هنايا تبقى تجري، ما كاينش اللي يدوي معاك. شنو بعيد بالنسبة للناس ولا بالنسبه للي فام، يعني اللي ما كيبغوش يشوف، ماشي بحال البحر داك الشيء كلشي حديق. وفهمتي هنايا كان زوين وبعيد حتى على الناس كما كتشوفوا. هي بلاصه صغار وصراحه فيها الطبيعه، واخا دابا حنا في الصيف والحمد لله كاين الخضوره. غير هي الصراحه خصكم المهم السبر ديالها تكون شويه مزيانه، تكون شي حاجه سبور. المهم البلاصه اللي كيسول عليها راه هي جات في حي السلام قريبه للمحطه ديال التران. بالنسبه للناس اللي قراب هنا ما عندهمش مويان ترونسبور باش يمشيو مثلا حتى البحر اولا الغابه اللي كتطلب ان يكون عندك سياره اولا مويان ترونسبور كما كان سياره موتور او دراجه هوائيه. صراحه البلاصه زوينه بزاف، وانا شخصيا نفضل انني مثلا نجي نمارس فيها هنايا الرياضه كما لقيتو. انا تقريبا كل مره في السيمانه كنجي ندير فوتين هنا. نوصيكم انهم صار الواحد خصو يمارس الرياضه صراحه باش يحافظ على الجسم ديالو، ومن الاحسن تكون مكان يعني طبيعي بعيد على التلوث وداك الشيء. بحال هنايا يعني يا اما قريب البحر ولا الغابه. صراحه انا البحر يعني كنفضل نجري فيه الصباح وما يكونش الريح، حيت في الاغلبيه كتجري في البرد كيكون الريح صراحه في الاغلبيه تكون معرض انك تصاب بنزله برد واي شيء من هذا القبيل. صراحه انا بلاصه زوينه بزاف، كنفضل انني نجي نجري فيها صراحه كنحس بواحد الراحه صراحة. وبالنسبة للبروغرام اللي كندير، المهم تقريبا كنجري 45 دقيقة. أنا صراحة من الدار لهنا عندي تقريبا شي 10 دقائق، كنجي يعني كنجري من الدار حتى لهنايا وكنكمل هنا تقريبا 45 دقيقة. من بعد كنخدم شوية الكارديو، يعني كنخدم شوية الرجلين، كندير بعدا ليزيتيرمون قبل ما نبدا حلا قبل الميوزك باش ما يدارش. انا غنوريكم في فيديوهات اخرين كيفاش دير ليزيتيرمون، لا بالنسبه للميوزك ديال لي جومب، لا بالنسبه لليديك، و حتى بالنسبه للمهم الكتفين خص لابد من دير واحد ليزيتيرمون اي اللي هي يعني بعد التسخينات ضروري صراحة. صح، وبالنسبة ملي بدا دير فوتينغ أو الجري كنصحكم أنكم يعني ما تجيش وطلع الريشم ديال الجري، يعني يكون داك غادي تصاعدي، يعني كدا بشوية بشوية ماشي تخلط بدا تدرج يعني بواحد لافيتاس، يعني كدا بشوية بشوية بينما المسك ديالك يبدا يدخل من بعد كتبقى غادي كطلع الريشم تقريبا. صراحة يعني هنا الدورة فيها تقريبا شي 5 دقائق على حسب الريشم اللي تبغي تقدر تمشي به نتايا. بغيتي تمشي بريتم طالع ولا بريتم هابط؟ صراحة نشوف يعني بلاصة باقا صوفاج، يعني ها هو الزرع، كان زرع، ها هو واحد السيد هنايا سارح الأغنام ديالو. صراحة أنا واخا في عز الحجر الصحي، أنا صراحة عندي مويا طرف الحمد لله، هادشي هو اللي كيمنعني أنني نمشي للبحر ولا شنو على قبل الكونفينمون. يعني كنحترم الحجر الصحي، شوفوا الأجنبي هنا تبارك الله، هاد السيد الله يسهل عليه، كيف يسرح الأجنبي ديالو هنا. السلام عليكم. تبارك الله، هما الأجنبي هنا زوينين،
باش ما نديروهم بعد شويه. كما كتشوفوا هنا قرب المحطه، يعني محطه القطار. نعجب سارحين وينين صافا يعني صراحه. لكن السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وصراحه يعني ماشي بوحدي اللي كنجي، كنلقى بالناس بزاف يعني الاخوان اللي كيجيو هنايا، اللي جاي هو الزوجه ديالو يعني كيجريو هنا بزاف. ها واحد الاخ كيبان لي هو جاي كيدير فوتينغ ولا شتو، راه الحين يعني ما يعني في الغالب الا جيتي في الصباح ولا جيتي في العشيره كتلقى، خصوصا في عز هذا الحظر الصحي وفي رمضان المبارك، يعني كيكونوا الناس بزاف اللي تيديروا الرياضه هنا في هذه البلاصه. صراحه انا شخصيا تعجبني بزاف. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وصراحه ما تنساوش تابونوا في القناه ديالي باش تشجعوني زين ندير لكم فيديوهات يعني كل ما يخص بالرياضه واللياقه البدنيه. وما تنساوش تابونوا في لاشين ديالي وديروا لايك وبسلامه.